السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الحلقة الأولى بالشرح للنيوماتيك وكيفية التحكم به عن طريق الكهرباء 24 فولت أو 220 فولت عن طريق الـ PLC أو غيره. عندنا هذه نيوماتيك بابس من شركة فيستو. أوكي، راح نشوف هنا شلون هذه راح تتحكم في الماكينة. طبعا هذا الجزء الهواء، وهنا هذا يركب فيه الكويل على مود تفتح وتغلق الفالف، ممكن يكون 24 فولت او 220 فولت. هنشوف الان ان هذا التطبيق هو الكمبيوتر، هذا الكب مفتوح الان، خلي اغلقه. شوف هنا هذه هي السلندر اللي تتحكم بالكب، هذه الان اون، سنسر التوب اون والاسفل اوف. اوكي، والان هو مفتوح السلندر، خلي اغلقه كلوز كاب. شوف شلون بدا يتحرك السلندر، هسه ماكو واحد شغال السنسرات لانه لا هو فوق ولا هو اسفل. من يكون اسفل للاخير شوف اشتغل على مود، هاي الاشاره ترجع الى البي ال سي تقول له انه السلندر ان وصلت للاخر، يعني الكاب انغلق. اوكي، سدا افتحها اعطي اشاره فتح اوبن. شوف شلون هسه راح يبدي يفتح، شوف شلون تحرك، هسه جاي يتحرك بالداخل هو هنا الى ان يوصل للاخير. شوف زين، خلينا نغلقه ونشوف هذه الشمبر همين تتحرك الأعلى والأسفل عن طريق هذا. نانا هسه هو بالأسفل on وهذا off الفوق السنسر. طبعا هناك هاي فالفات بالإدخال والإخراج تتحكم بها، تتحكم بالسرعة، يعني هل تريد تروح سرعة سريع أو بطيء حسب ما تفتح الفالف وتغلقه. راح نشوف كذلك في البرنامج شلون هذه الاشياء تصير. اوكي، اجي هنا للتطبيق اللي هو ريز سيل. اوكي، اقول له ريز سيل، شوف السيل هسه بدها ترتفع لفوق. شوف السنسر، هذا السنسر صار اون، هذا اوف. هسه نزل اللور سيل، شوف وهكذا. خلينا نشوف هذا الدراور الان، الدراور عن طريق هاي السلندر الموجوده هنا. مثل ما قلنا هاي هو الفالفات تتحكم بسرعه الفتح، هاي تريد تفتحها سريع او بطيء. اوكي، اجي هنا اقول له اوبن دراور، شوف شلون الدراور بدا ينفتح يتحرك. الان السنسر الخلف اشتغل، الان الدراور مفتوح. انا تقدر تخليه داخل تشامبر العينه مالتك او حسب التطبيق الجهاز اللي موجود عندك. هذا الجهاز طبعا هو جهاز فحص الاسمنت. اوكي، كلوز دراور. شوف الان غلق، وهذا السنسر الفوق اللي اشتغل. هذول هم طبعا الفالفات اللي بالنسبه للهواء يتحكم بها بال الفالفات الموجودة في الخلف هناك. اوكي، هذول همين سولونويد فالف للهواء والماء موجودين كذلك عندي هنا. اذا افتح اشوف الاوبن كاب، شوف الان الكاب راح يبدي ينفتح. شوف هاي هنا هاي مضخة موجودة يدخل لها الماء وتضغطه الى ضغط مرتفع 30,000 PSI، وهذا التحكم بالهواء مالتها. فممكن نشغل المضخة كذلك من التطبيق. اوكي، نغلق الكاب كلوز كاب.
هسه هاي هنا عندنا التحكم بال بالجهاز عن طريق فتح الاشياء وغلقها عن طريق الهواء. اوكي، نجي هنا اذا عندنا مثلا هنا المضخه، شوف هنا هذه المضخه، اذا اعطي ضغط الان معين مثلا اعطي 1000 بي اس اي. اوكي، بيكوز لانه مفتوحه هاي من هنا لازم اكو سنسر، هذا شوف اكو هنا هذا متحسس للحراره لازم يكون موجود، هذا متحسس للحراره لازم يكون موجود في مكانه. يلا تقدر تضغط، اذا مفتوح طبعا ما تقدر تضغط، زين موجود هذا السنسر يتحسس لك المتحسس الحراره اذا كان في مكانه او لا. عندي هنا هذا موتر اللي هو هذا سيرفو موتر. اوكي، اقدر اتحكم بالسرعه مالته، خلي اعطيه مثلا ريفوليوشن بير مينت، اعطي هذا صفر. اوكي، وهنا هذا اعطيه مثلا 50 كلوك وايز في اتجاه اقرب الساعه، نشوف شلون. هسه عندي هذا الموتور يتحرك اللي هو الموتور عندي فوق، شوف شلون. نشوف هسه هذا باتجاه اقرب الساعه، اذا اخليه عكس اتجاه اقرب الساعه، هسه غيرت الاتجاه عكس اتجاه اقرب الساعه، المفروض يشتغل عكس اتجاه اقرب الساعه، شوف عكس اتجاه اقرب الساعه. ازيد السرعه مثلا، اعطيه مثلا سرعه 150 باتجاه اقرب الساعه، شوف شلون. هسه هاي بالار بي ام، اقدر اخليه بالدجري بير مينت، مو بال يعني بالدرجه، مثلا اعطيه 200 درجه بالدقيقه كلوك وايز. اوكي، فهو الان راح يفتر بدرجه معينه 200 بالدقيقه وهكذا. شوف التطبيقات، هاي تطبيق بسيط مجرد مدخل الى موضوعنا. اوكي، طبعا هنا يقيس لك الحراره، يقيس لك اشياء اخرى، اكو عندك حساسات هنا موجوده، هذه كلها يقيسها. هذا هنا شوف الحراره عن طريق الار اس 485 تكلمنا عليه. اوكي، يقيس عده درجات حراره ويظهرهم هنا عندنا، اللي هو الهيتر تمبرتشر والسامبل تمبرتشر وغيرها. صح، موضوعنا الان على النيوماتيك وشلون نتحكم بهذه السلندرات، وراح نشوف ان شاء الله بالتفصيل بالحلقات القادمه شلون راح نشتغل هاي العمليه.